انا اخوكم من المملكه العربيه السعوديه بلدكم الثاني الشقيق. امبارح حصل لي مشكله في المول احدى محطة القطار حقيقه، في مرأة معها اطفالها حاطين لها صابون في السياره. طلعت المول 3-4 ساعات والمرأة كانت البارح درجه الحراره 36 في مدينه طنجه وحراره شديده جدا جدا، رأفتني الرأفه فيها. فجيت عند الراجل يقول لي المفتاح مو معايا حق الصابون، والمفتاح كان في جيبه، كان خصه 50 درهم وخصه بخشيش فوق ال 50 درهم. فجزاه الله خير اتصلت في الجمعيه وجو الجمعيه فكوا لها اياه او قطعوا لها اياه السلاسل جزاهم الله خير. فانا بقول للراجل اقول له مش حرام عليك الدنيا رمضان تقول المفتاح مو معك والمفتاح في جيبك كان. سمع لغتي اني انا من الخليج، قال لي سعودي، دخل لي قريش ودخل لي الحكومه ودخل لي البلد. انا ماني عارف الناس هذه بيش تخدم، هل تخدم بالعقليه او بالادبيه؟ ولكن الادب مو موجود عندهم. كنت اتمنى من المسؤولين عن الشركه ذي قبل ينزلوا العمال الميدان يوروهم كيف طريقه الادب، يعلموهم الادبيه كيف الطريقه حتى يتحدثوا مع اي انسان سائح، لانه بالحقيقه مدينه هذه جميله جدا جدا، افضل مدن المغرب مدينه طنجه. انا لي فوق 30 سنه انا فيها ومتجوز ولله الحمد من هذه المدينة أعرفها. أنا ممكن ربما أشكر من بعض السكان منها في المتي. فبالحقيقة بعض من الشركات سوء جدا جدا. المدينة اسمها مدينة طنجة الكبرى، ولكن للأسف أنا مسميها مدينة الجريحة، مدينة الجريحة من بعض الناس اللي يلعبوا فيها يمين شمال. واتمنى من المسؤولين جزاهم الله خير انه ينتبهوا للشيء ذا، ينتبهوا للتجارة اللي من غير قانونية، تجارة غير قانونية حقيقة. فيهم بعض الناس والله التعامل عندهم سيء جدا جدا. انا البارح كنت اكلم الزملاء لي في السعودية وقلت لهم اي واحد خليجي يجي مدينة طنجة او يجي المغرب ما يجيب سيارة، يجيب جمل حتى لا يحطوا له صابونة فيها. والله بالحقيقة ما اقول لك انا يكره الشخص، لا، هذه مدينتنا زي ما هي مدينته مدينته، ولكن للأسف المضايقات كانت، وخاصة في رمضان الكريم. لابد يكون في تعامل راقي جدا، ولكن للأسف جدا جدا تعامل غير راقي، تعامل ماديا كان مدين أشكل مما يكون أخلاقيا ماديا. عندهم عندك فلوس أنت ماشي، ما عندك فلوس خليك جالس. وجزاهم الله خير وشكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبين يا رب.